معي من دبي استشارية الغدد الصماء الدكتورة نوال إبراهيم. أهلا بك دكتورة نوال. بداية نسأل عن مدى انتشار سرطان الغدة الدرقية في منطقتنا. السلام عليكم. أولا شكرا جزيلا. هل تسمعني هسه؟ نسمعك دكتورة نوال. طبعا شكرا جزيلا على دعوتكم. شكرا. طبعا شكرا جزيلا على دعوتكم. طبعا شهر يناير شهر التوعية لصحة الغدة الدرقية. الغدة الدرقية صغيرة جدا على شكل فراشة في مقدمة العنق، وعلى الرغم من أنها صغيرة جدا إلا أنها مهمة جدا لوظائف الجسم. لذلك يعني نحافظ على صحة الغدة الدرقية مهمة جدا، وأي مرض أي اضطراب فيها لازم نعالجها بسرعة. كيف نحافظ على صحة الغدة الدرقية؟ ومن أعراض مثلا الـ 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 طبعا مثلا المهم جدا أن الواحد يفحص بشكل منتظم. يعني السيلف تشيك اب يعني كلش مهمه. مثلا واحد تروح تمسك المرايه وتشوف الجزء السفلى من العنق، وتشرب مي وتركز على الجزء السفلى اذا كان بها اي لمب اي عقده اثناء السولوين، يعني اثناء هذا شرب كلش المياه. مهمه. ويعني بعدين مثلا واحد لديها اعراض، عفوا مثلا الاعراض التي يسببها مثلا ايضا الاعراض يعني due to pressure symptoms like اذا كان بها تاثير في difficulty in swallowing like صعوبه في البلع بالعربي نتيجه الضغط يعني الذي تشكله الغده. اي طبعا. ومثلا تضيق التنفس. اي تضيق التنفس همينا يعني. واذا اي الم اي شيء طبعا يروح لدكتور يعني يفحص تشيك اب. والسمبتومز مثلا يمكن يعني بعض الناس عندهم اعراض الغده الدرقيه، يمكن القصور في الغده الدرقيه مثل زياده الوزن، جفاف الجلد، جفاف الشعر يعني مثلا. ومرات همينا مثلا التركيز يقل، ويعني أرق الشديد، وإما إفراط في غدة درقية أن واحد مثلا تكيكارديا الخفقان، وهم هنا نقص بالوزن وما يقدر ينام، وفي المرأة أيضا اضطرابات في الدورة الشهرية. هذا كلش مهمة أنه إحنا نراجع طبيبنا. إلى أي مدى فحص الدم يمكن أن يعطي فرصة عفوا صورة حقيقية عن وضع الغدة الدرقية؟ يعني هل فحص الدم كافي لأن يقول بأنه هناك نقص أو اضطراب بعمل الغدة الدرقية؟ طبعا سؤال كلش مهم. طبعا يعني الفحص الدم ثلاث فحوصات، مثلا التي اس اتش T4 T3، هذول نفحصهم ويعني نتعرف إلى كانت الغدة نشطة أو فيها الخمول. وكلش سهلة مثلا العلاج مالتها. يعني ماكو شفاء من مثلا القصور الغده الدرقيه، بس اكو هرمونات مثلا ثايروكسين نفس الهرمون اللي ينتجها الجسم. ويعني طبعا كل يعني المرضى الاعراضهم كلها يروح بعد ما يبداون بالعلاج. طيب نتيجه لتاخر وصول صوتي ساسالك سؤالين سويه دكتوره لو سمحتي لي. اولا، هل النساء اكثر عرضه من الرجال للإصابة بالغدة؟ ولو يتضمن سؤالك أيضا جوابك عفوا الأطفال، درجة إصابة الأطفال بهذه الغدة وربما العامل الوراثي. أوكي، سؤال كلش مهم. طبعا النساء أكثر العرضة، يعني طبعا 8 أضعاف مقارنة بالرجال. وهمنا يعني مثلا إذا كان واحد فيها الأجسام المضادة ضد الغدة الدرقية يمكن مثلا يعني يصاب أكثر بالمثلا ميسكاريج الإسقاط الجنين، ويعني وصعوبة الحمل. وهمنا في بداية الحمل كلش مهم أنه فد واحد يعني تشيك ثايرويد فانكشن تيست، لأن إذا كان بها خمول يأثر على نمو الجنين ويعني
to avoid congenital anomaly. وسؤالك الثاني، هل موجودة بالطفل العامل الوراثي؟ العامل الوراثي لها دور، وهمينا مثلا في الايودين ديفيشنت اريا، مثلا المناطق التي فيها اليود قليل همنا يأثر. وبالنسبة لل مثلا اذا يعني مثلا we diagnose early we can avoid a lot of complications، يعني يمكن تجنب الكثير من الاختلاطات بالتشخيص المناسب الغدة الدرقية. عفوا، فقط أترجم ما تقولينه باللغة الإنجليزية دكتورة نوال إبراهيم. شكرا جزيلا لك على هذا الشرح. شكراً. ونشكرك، كنت معنا من دبي استشارية الغدد الصماء. شكرا جزيلا.